قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى الشفاء في غزة لا يقدم سوى علاجات أساسية من أجل استقرار حالات الإصابة، ولا يوجد به إمدادات لعمليات نقل الدم، ولا يكاد يوجد به موظفون لرعاية المرضى الذين يتدفقون بشكل مستمر. وبعد زيارة فريق من الأمم المتحدة لتوصيل أدوية ومستلزمات جراحية، وصف الفريق قسم الطوارئ بالمستشفى في القطاع بأنه يشبه حمام الدم. وقالت منظمة الصحة العالمية إن المستشفى يوجد به المئات من الجرحى ويصله مصابون كل دقيقة، ويتم خياطة الجروح على الأرض في ظل غياب أي عقار تقريبا يساعد على التخلص من الألم.